اللي الان هاي الخرافه التي تسمى بالطب الاسلامي مو فد خرافه، والله دكان ما بعده دكان، لانه انا زرت بعضهم يكون في علمهم، ذهبت اليه انه لاعرف انه هذول ماذا يتكلمون كيف يتكلمون، وجدت بانه يا اخي فد خلط عجيب مولانا في الروايات، اصلا لا يعرف هاي الروايات من اي كتاب منقوله، يقرا روايه كما جاء في الروايه، قلت هذه الروايات منين انت تنقلها؟ هو ما يدري، هو ما يدري، والله ما يدري. وعلى الفضائيات انا رحت وذهبت الى بيته بعنواني انه اريد استفيد منه في بعض القضايا الطبيه، بقول له ما يدري بانه انا كل هذا لا اعتقد به. فجلست معه والرجل محترم جزاه الله خيرا، عرفت شلون؟ شفت هي دا ينقل، قلت هذين الروايات منين دا تنقلهن انت؟ مصادرهن شنو؟ كونوا على ثقه ما يعرفوا مصادرها شنو، ولكن موجوده في الكتب. خلقت والناس مولانا واقفين صفوف مولانا ويدفعون حتى يعطيهم شنو؟ الدوام. انا ما ادري هذول، استغرب والله من بعض الاعلام انه من يوصل الى البحوث العلميه تقول له عين ظهور الهلال بال ها تلسكوب وكذا، يقول لا ظاهر الادله شنو هو؟ ها عين مجرده. اما من يتمرض مولانا طائره خاصه ودوا البريطانيا اخو، روح الدول اللي كانت تقول ابي بيتك مولانا، على شنو مولانا تروح لهناك؟ على شنو اخو انت مو تقول بانه القديم وهذا مقديم؟ روح مولانا الى الطب العشبي وطب ابن سينا وخلي يعالجوك. يقول لا هنا انا تكليفي اروح وين؟ للعلوم الحديثه. اخو بابا هناك اخو روح للعلوم الحديثه، هاي في كل مكان، ها في العلوم الطبيه، في العلوم الطبيه مولانا يقول طب شنو؟ فلان شو يقول؟ اما من يوصل الى مساله الهلال ومساله عين الشهر ومساله العدد للمراه، عد ليش العلوم الحديثه مو حجه؟ حجه لو مو حجه؟ ها؟ يعني تحتاج المطلقه بائنا لا رجعيا، تحتاج الى عده او لا تحتاج؟ ها؟ تحتاج او لا؟ اذا رجعيه احتمال اكو شنو؟ الرجوع الشارع خل، اما اذا شنو؟ بائن. وبينونة افترضهم ابو ثلاثة يعني ليس له لأبو الرجعة، صحيح لو لا؟ والطب يقول بابا والله بالله ترى في رحمه اكو شيء لو ما اكو شيء؟ ما اكو شيء، هاي تتزوج لو ما تقدر تزوج؟ يقول لا ظواهر الادب، عجيب. يا بابا اذا العلم مو حجة وكل مكان مو حجة، ليش هنا مو حجة هناك حجة؟ ما ادري واضح يولا؟ هذه الان كثير من القضايا تعين من خلال الدي ان اي لو لا؟ صحيح ولا اثبات النسب يتم بالدي ان اي لو لا يتم؟ الى الان يشككون ولا لا؟ ما يتم عدل. بابا تقول يقول لعل العلم يخطا، اشوف لعد انت من تتمرض على العلم ما يخطا، وهامي قد يخطا. ليش هناك العلم حجه هنا العلم شنو؟ مو حجه اخر بين لي. هذا الذي يجعل شبابنا وثقافتنا بل ابنائنا دي يتقبل ان هذا الدين عقلي لو يقول بتهافت وخرافه مولانا.